السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعين قناة سلمى براني اوفيسيال. حبايبي ما تزبيوش هذا الفيديو، علاش بديتو هكا؟ باش تعرفوا ان الفيديو ديال اليوم قنبولة. اجي وتشوفوا لاله حدة وباق الدور، داروا زيارة العائلة ديال سميرة، مشاو عند الام والاب ديالها وشوفوا المفاجأة الكبيرة اللي كانت. شحال كانت واحد الفرحة اللي زوينة زوينة بزاف ما بين العائلات وما بين الجدود ديال الأطفال ديال سميرة وديال يونس. عرفتوا واحد الفرحة زعما غزالة غزالة كنتمناها لأي واحد إن شاء الله. خليكم ما تزبيوش هذا الفيديو حبيبي، وغنحط لكم كل شيء صوت وصورة وغتسمعوا وغتشوفوا كيفاش كانت استقبال ديال العائلة ديال سميرة لعائلة يونس مربوحة. فقط حبيبي غنقول لكم ما تنساوش اللي غيمر بالصدفة يضغط على ذاك الزر الأحمر والجرس باش توصلوا بالجديد اللي كنزل على قناتي وقناتكم فضلا وليس أمرا. أيضا ما تنساونيش باللايك ديالكم الجميل، الله يجعلوا لكم في ميزان الحسنات إن شاء الله ويعطيكم قصر في الجنة كل من ضغط على ذاك اللايك غير باش أحبابي تزيدوا بيا القدام. انا ما كنتخلصش من داك اللايك باش تكون عندكم واحد الفكره ان داك اللايك فقط كيدعم الفيديو باش كيزيد القدام والناس اخرين كيتفرجوا فيه. راه اللايك فابور احبابي فقط كياخذ منكم ثانيه واحده باش كتضغطوا عليه. نتمنى انكم تدعموني وتطلعوا لي لايكات في هذا الفيديو حتى لواحد العدد اللي يكون كبير. خليكم اسمعوا كيفاش وشوفوا كيفاش كان الاستقبال ما بين العائلتين، والله مفاجاه جميله جدا. ونقول لكم الى اللقاء فيديو جديد واخبار جديده ان شاء الله. مع السلامه حبايبي. مبارك مسعود وكتتابعونا الله يرضى عليكم. وجا عندي السيق الدور نسيب العزيز ولا لا حدا، وهذا ما عندي في راس مالي غير هاد الناس هما اللي يدوا اليمنى ديالي. السلام عليكم اولادي، تحيه لكم داخل الوطن وخارج الوطن، جزائري انت وانت. السلام عليكم المشاهدين، تحيه المصريين حتى هما، تحيه لهم. كيداير مع الصحه؟ كيدرتو شويه لاباس؟ الله يحفظكم ويستركم ويجيكم من الافات يا رب. احنا اليوم عند بابا محمد. السلام عليكم اوليدي سير المشاهدين، ورحنا تسنيناكم ونشوفوكم. بابا دابا خص باق الدور، انت قلتي لنا ذاك النهار على اللبن ياك، ودابا خص باق الدور يشكم بك عاوتاني المشاهدين. شي حاجه درتيها له هي فيها المشاكل. عندها فيها المشاكل. شوف صارت سميره تعطلت عليها وولدات لك الحرشه ديالها. اللي كتمشي تجيبها من المحلابه، وعندها قدام مع حاده تقول لها انت ديرها. لا 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 وخسرتها بارده. والله الا غزاله ديالي انا ما بغيتش. لا هي قالت لي جايه مع العشره. والله الا غزاله ديالي. دابا با قدر غيدوق الحرشه ديالك وغيعطيك التنقير. هي عطاك التنقير. دابا شوف واش فيها تنجح. والله انت لا غزاله بالله. واش انت لا تنجح ولا خالتي؟ على وجهك انا كل هذه الحرشه هذا النهار. والله انا عمرك ما تنجح. زبطي. باقي صحيح. يا فاطمه. نعم. مرحبا وياس مرحبا. ولكن علاش ما جيتيش؟ مرحبا بالبهجه. السلام عليكم متتبعين الباب ديالنا، كدايرين لاباس عليكم؟ وانتم كتشوفوا اليوم جينا عند خالتي المنوده وبا محمد، الله يخليهم لينا ويطول في عمرهم ويخلي لهم صحيحتهم يا ربي امين. الله يعمرها سلعه وساكن. ايوا تحيه لكم كاملين. كلنا كنقولوا الله يجمع الشمل ديال يونس مع سميره، والله يفرح داك الاطفال ويفرح الميمه حاده ويعمر لها الدار ديالها بالفرحه والسرور، تدخل على هذيك الدار وتحيد الاحزان والنقطه السوداء اللي دخلت لذاك الدار والعين ديال البشر اللي حطماتهم. قولوا كلنا خوتي خواتاتي غادي نكون يد واحده وغادي ندعوا وغادي نطلبوا في هذا النهار الجمعه ربي يجمع الشمل ديال هاد العائله ويبعد اولاد الحرام من الطريق ديال هاد الناس اللي بزاف اللي باغيين يحطموهم. كلنا كندعوا مع الاخ يونس وكنقولوا له كون قوي، بالعكس انت خرج بالفيديوهات، انت ما دايرش علاش تخاف. هادوك ولاد اطفال، هادوك دريه صغيره وبليجي غادي ينقزوا وبليجي غادي يديروا وبليجي غادي يفرحوا، ما شافوش بهم هادي سنين، ربع سنين ما جمعتها غير الفم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تحياتي للمتتبعين المتتبعات ديال فتحه فاعله الخير في مكانه.
تحياتي لبناتي الوليداتي، تحياتي الناس اللي تيخليو الكومونتيرات زوينين والسلبيين تاهما، مرحبا بكم، الف مرحبا بكم. المهم انا كندير داكشي اللي تيرتاح الضمير ديالي، والباقي على الله. اللي بغى يسب مرحبا، واللي بغى يفرح مرحبا، ما عنديش اشكال وما عنديش مشكل. يعني هذاك اللي غادي يسبني ولا هذاك اللي غادي يعيرني غادي يعير راسو قبل ما يعيرني انا. انا عارفه راسي اش كنقول ومتحمله المسؤوليه الاقوال ديالي. شتو الخرجه اللي خرج بها الاخ يونس البارح وقال لكم غادي نحبس الفيديوهات وكنت مرض؟ يعني انا ما خرجتش البارح وقلت لكم الفيديو قبل ما يتحط ديالو، ماشي كذبت عليكم ولا نفقتكم ولا تمشيت معكم شي حاجه ماشي هي هذيك. قلت لكم داكشي اللي خرج قال به يونس، قلت لكم راه غادي يدخل الحاله المرض وراه خايفه عليه امه، لان كان كيخمم على الوليدات والسب والقذف اللي جاوا له كومونتيرات بزاف كيسبوه وكيقذفوه. أولادك ماشي مربيين ولادك، ولكن آه يونس غادي نخرج اليوم غادي نحط واحد النقطة هنا، ما يبقاش شكل الحال هذا. انتقاد بناء ماشي انتقاد السب والقذف، باش تقول غادي نردو ولادي ونربيهم على طريقتي. هذيك الهضره ما تقولهاش اخويا، لان انت بعض المرات تتهضر بدون شعور، وهذيك الهضره ديالك تقدر تسبب لك الاذى مع سميره. اه تقدر تسبب لك الاذى، تقدر الاخت سميره تفهمها غلط. يعني غتقول لك واش انا ما كنتش مربيه لك ولادك هذه 4 سنين؟ واش ما لقيتهمش احسن صحه؟ واش ما لقيتهمش مداويين؟ واش ما لقيتهمش دايرين المضادات؟ هادو هما الاطفال. خصك تخرج وتقول للناس انا الاولادي هادو كينقزوا ولا يطيحوا ولا يغوتوا ولا يدومانديو بيتزا بالغوات ولا يبكي ولا، راه سي نورمال ما شافونيش هاد 4 سنين. سي نورمال ملي غيشوفوا باهم غيتفششوا عليه. الا الاطفال ما تفششوش على باهم، ولا الاطفال ما عنقوش باهم، ولا الاطفال ما نقزوش على باهم، كيفاش بغيتوا هاد الاطفال هادو غادي يكونوا طبيعيين؟ اخوتي هادو هما الاطفال الطبيعيين، راه مساكن بالفرحه ما قدوش يعبروا عليها بالاخر، عبروا عليها بالشراشه، عبروا عليها بالتنقص، عبروا عليها بالاخر الماكله بالمفرطه، عبروا عليها هادو هما الاطفال. الاطفال ما تقدرش تحكم عليهم. اش كيقول لك الطفل ملاك؟ ولكن شكون هما الروس ديال الخانس؟ هما الناس الكبار اللي تقولي سبحان الله العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ما باغينش الخير لهاد العائلات. كاين امهات اللي هودوا الخانه ديال التعاليق ديال القناه ديال مربوحه وادعوا مع الاخ يونس وقالوا الله يجمع الشمال والله يفرحكم انت وسميره، نتمنوا جميع الشمال ونتمنوا حولي.